Please welcome Elisa. لك ايادي ما حدا عارف منا شو في نجمة لبنانية بدأت حياتها ممثلة مسرح عاشت ثلاثة في سبات ونبات وخلفوا 128 حققت نجاح بمجال أغنية تجاوز توقعات نشروني كنت جريئة قدمت صورة المرأة السكسي لابسة هيدا الشرشف اللي عم بتطير من حولك كنت البس تياب عادي وبعدني بلبس والشرشف فكرة وعملتها وخلصت ثاني فيديو كليب كنت عم بتغني بالتخت لاقت ردود فعل متناقضة ولكنها أوصلت أليسا إلى النجومية أليسا أجمل إحساس بالكون بس تنشز ما بتعرف تغني لايف هي وصوتها بتضحك بفتكر من أكثر الفنانات بتهاجموا على شكلي على تمي على لبسي على الشرشف الهجوم ينعمل علي بوقت أنا كنت بعد مني محصنة والناس اللي بتكبلك سموم كل الوقت هدفها أنه تخليك تهلكي تحديت كل شيء ظلم المجتمع العنصرية الذكورية الانسلاخ عن أهلي الموت اللي واجهته وقعت ورجعت طلعت ما في شيء بتوقفي عنده It's okay, it's fine كله بيقطع